محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبين من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا المن عليك من علي بفكاك ركبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور والسجود اللهم أغني كل فقير اللهم أشفي كل جائر اللهم اكسر كل عريان اللهم اقضي بين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل قريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير صلي على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الشهر رمضان الذي انزلت فيه القران وافترضت على عبادك فيه الصيام صلي على محمد وعلى محمد وارزقني حج بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل يوم واغفر لي تلك الذنوب والإثام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقتدي حسنا بحمدك وأنت مصدد للصواب بمنك ويكنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع الأخف والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم زدت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور أسرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فقدتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها
الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخالق أمره وحمد الظاهر بالكرم مجدوه الباسطه بالجود يده الذي لا تنقص كزائمه ولا تزيده كثرة الأطوار إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك أنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إني أخوك عن ذنبي وتجاوزك عن كتبيتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من قطعي وأمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأغيتني من قدرتك ورقتني من إجابتك فصرت أدعوك منها وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مضلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني هتبت بجهلي عليك ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد الله منك علي. يا ربي إنك تدعوني فهو لي أنك وتتهبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك. ولم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرمك. وارحم ابنك الجاهل وجد علي بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح مالك الإسباح بيان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله على طول ينعته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق بواسط الرزق فالك الإسباح للجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعارضه قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر ولي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا
يحترق حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله خاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الظالمين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولا يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنان أكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمر المؤمنين أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصل على سطوي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلق الهادي المهدي وجدك على عبادك ومنائك بدينك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن والأجل المنتظر ووفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك
استكلفه في الأرض كما استكلفت الذين من قبلك مكن له دينه الذي ارتضيت له أبدله من بعد خوفه أمن يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أرقتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم ارمم به شعثنا واشعب به صدعنا وارزق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به آئلنا واقز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به قلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأزه به طيب قلوبنا وأهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة أددنا وشدة الفتن بنا وتزاغر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك
بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تدللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي الليين فرفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الوزان مغلدين ومن الخور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وهج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء ومسألته فاستجب لنا. وإذا جمعت أولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا مباراة من النار فاكتب لنا وفي جمع جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وأوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تقبضنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تخشي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تخشي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلو الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي طبيعة أو ذنب تعذب لي عليه.